المباراه الماضيه. خطير فايز سليماني في كره وهجمه اتقطعت الكره من منتخبنا في نص ملعب منتخب جزر القمر، وكانت ممكن تكون كره خطره جدا في هذه المباراه لولا ان الكره مرت بسلام وامان. النهارده بنشوف ادي محمد هاني وادي المساحه، وشوف بقى التغطيه، يعني لازم محمود علاء يكون ورا محمد هاني، ما تتواجدش المساحه دي ابدا في الرقابه وفي ظل هذه الاجواء طبعا اللي بنشوف في مباراه اليوم. النهارده عمرو السوليه لعب في اغسطس 2010 مباراه الكونغو الديمقراطيه، كانت وديه، كانت اول مباراه ليه، في حين احمد حجازي، بعض يقول لك احمد حجازي اقدم، لا احمد حجازي ممكن اكثر مشاركه، لكن لعب امام سيراليون 2011. ادي خطوره هنا والانطلاقه، وادي التسديده، خطير 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 امامنا هنا المتحرك في اللقطه الماضيه، اللاعب رقم 11 ابراهيم مادي في كره وفرصه جديده مع تكرر الاخطاء من جانب المنتخب المصري في هذه اللقطه، في تكرار للاخطاء. شوف امامنا هنا الادوار الدفاعيه، طارق حامد الادوار الدفاعيه المعتاده الطبيعي بتاع طارق حامد مش موجود، عمرو السوليه ايضا في وسط الملعب. ولا حضراتكم احنا بنحمل احيانا الجهاز الفني، لكن برضه نحمل اللاعبين، اللاعبين لازم يكونوا عندهم غيره وعندهم رغبه في اثبات الذات. زيزو في مباراه اليوم يبدا اساسيا، احمد سيد زيزو، لكن لسه ما شفناه يعني الاداء، لازم يكون في نوع من الحركه اكتر، التحرك افضل، المسانده. ايمن اشرف ومحمد هاني يبدو في تعليمات بعدم المسانده وعدم التقدم ورمي التماس لصالح منتخب جزر القمر. ادي امير عبده 47 عام هو اللي بيقود منتخب طبعا جزر القمر امامنا هنا في هذه المواجهة، 5 سنوات و10 أشهر مع المنتخب جزر القمر. شوف الجمهور في ملعب المباراة، ملعب مالوتزيني أمامنا، ملعب هذه المباراة الملعب الجديد، وكرة عالية، وأيمن أشرف عنده إنذار، لكن في فاول لصالح أيمن أشرف على اللاعب أمامنا هو بكاري. أدي بكاري رقم 22، 25 سنة، بكاري ناشئين باريس سان جيرمان وريد ستار باريس، ولعب في العديد من الأندية، لكن هو حاليا في هولندا في نادي أركسيل. محمد الشناوي كرة خطرة قوي كانت منذ لحظات من جانب اللاعب مادي، والضغط أمامنا هنا، وادي الكرة العالية، لكن على طول برافو محمد هاني شال كرة مع الشمس في وجهه، شال كرة كانت خطرة جدا، الكرة اللي فاتت دي كرة خطرة جدا في اللقطة الماضية، خلي بالنا من الحاجات دي، عايزين نلعب اللعب بتاعنا، الكرة المصرية، مش عايزين الكرات الطولية، كل الدعم للجهاز الفني، لكن إن شاء الله يكون في روح وأداء من اللاعبين. نتكلم على منتخب مصر، كل هنا ورا منتخب مصر كله، كل الاعلاميين واللاعبين القدامى كله ورا المنتخب، لما حد بينتقد او بيتكلم من اجل الصالح، من اجل الافضل، من اجل مصر ان شاء الله في مكانتها الطبيعيه. استلام على طول في وسط ملعب، ادي امامنا المنتخب الطموح المتطور اللي بينتزع الاهات في المدرجات، وحتى الآن تعادل سلبي في 40 دقيقة، شفنا فيها ربع ساعة مصرية بشكل جيد، في مبادرة كانت من المنتخب المصري للتسجيل والوصول، لكن سوء الحظ كرة كهربا ارتطمت في العارضة، والركلة الحرة الغير مباشرة بتاعة تريزيجيه نفذت بشكل غير جيد، ورأسية من قفشة، وبعد كده لا تسألني من أنا، العودة إلى ما عودة ريما لعادتها القديمة، انكمشنا مرة ثانية، تراجعنا مرة ثانية، دينا الفرصة لمنتخب جزر القمر ان هو يظهر بهذا الشكل وبهذه الكيفية، لكن حتى الآن يعني قلة الخبرة ممكن يكون ليها دور. على طول عمرو السولية يسند زيزو،
يلعب له طارق حامد في المساحة، كهربا، كهربا، زيزو لازم يخش شوية في العمق في اللقطة الماضية. ادي امامنا كهربا يلعب الكرة العكسية، قفشة، قفشة يا ولد على الاستلام، بقول لحضراتكم في مهارات، وقفشة يلعبها في المرمى، في المرمى، في المرمى. قفشة كان عايز يضحك على الحارس علي حمادة، ولكن هو بقى يعني طلع حمادة تاني خالص. بص امام قفشة لو عملها بقى لتريزيجيه هي جول، لكن بص هو هنا طمع، هو طمع، حس ان الحارس ممكن يطلع لتريزيجيه، طمع فيها وحب يعملها، لكن عايزه تبقى اقوى من كده، عايزه تبقى اقوى، لكن الفكره حلوه، الفكره حلوه قفشة، عايزين بقى القوه بقى المره الجايه ان شاء الله. لكن يعني جماعيا لازم نلعب بشكل افضل، لازم نلعب بشكل افضل. لما لعبنا في ربع ساعة الأولى بخطوط متقاربة، كان جزر القمر كانوا فاتحين شوية الملعب وكانوا مندفعين متحمسين، لكن يعني لازم نلعب لعبنا، نلعب بأدائنا، بشخصيتنا، بأسلوبنا. على طول كرة مقطوعة مرة تانية، ادي السيطرة المصرية تعود، تحسن الأداء، يبتدي يظهر كهربا، يبتدي نلعب في المساحات، يهرب كهربا، كهربا ومعه على طول اللاعب نجيم عبده، كرة كهربا القوية، لكن انتشارنا طبعا، انتشارنا مهم في الملعب، انتشارنا لازم يكون يعني بشكل افضل. كهربا راح في الطرف وده مكانه، وده وضعه الطبيعي مش في العمق. كان هناك كلام ان يبدا حسام حسن ويعود كهربا في الطرف، كان امور كتيرة دارت الحقيقة في الكواليس ما قبل هذه المباراة كثيرة. هذه امامنا هنا انطلاقه، محمد هاني، محمد هاني عايز يستلم وينطلق، لكن معاه بقى الادوار اللي بيلعبها فايز سليماني وبكاري، لان هم ناجحين ايضا في ايقاف مفاتيح لعب المنتخب النهارده. يعني صعوبه الموقف اللي عند ايمن اشرف ومحمد هاني بوجود الطرفين الصراع بكاري 22 وسليماني اللي بيضغطوا وبيراقبوا وبيقابلوا، وصاحب المهاره الفردو، وكذلك ايضا ابراهيم مادي، كل دي اسماء ونجوم موجودين في منتخب جزر القمر اللي بيبحثوا في اللقاء عن التاريخ النهارده، لكن يعني ان شاء الله يكون التاريخ هو يعني نتيجه الفوز ان شاء الله المنتخب مصر في مباراه اليوم. محمد هاني الى خارج الملعب، طبعا الرطوبة ودرجة الحرارة بتشعرك باستنفاس الطاقة، عشان كده بقول لحضراتكم منتخبنا مقسمين المباراة على فترات، يعني ما ينفعش نلعب بنفس النفس، نفس الضغط، بنفس الاسلوب. هذه أمامنا كرة إلى خارج الملعب، أحمد حجازي، فاول على أحمد حجازي. أحمد حجازي مع ويست بروم كان هبط في 2018، وكان طبعا وصل نصف في نهائي البلاي اوفز امام استون فيلا، ولكن استون فيلا المحمدي، واستون فيلا بقى مع انضمام اكيد النجم الكبير تريزيجيه اصبح له 11 نقطة في مركز 17 حاليا في ترتيب البريمير ليج في الدوري الانجليزي الممتاز. بيان فينوسينكو الحكم الايفواري في مباراة اليوم، ادار مباراة بطل تشاد إليكت مع نادي الترجي في إطار مسابقة دوري الأبطال إفريقيا في النسخة الجديدة. حكم كان بوركينا وبوتسوانا في تصفيات 2019، وتحركوا حكم مصر وبوتسوانا في 2015. كرة عالية لكن عودة أمامنا هنا، شوف تغطية راجع كهربا، كرة عالية مرة ثانية، كرات العالية، محمود علاء المميز في الكرات العالية، أحمد سيد زيزو يحط جسمه زيزو، ولكن فاول على زيزو، فاول على زيزو، كان رقم 23 النهارده اصبح بيحمل رقم 15 في مباراه اليوم، الرقم اللي كان ارتداه على فكره احمد جمعه لاعب المصري في المباراه السابقه، وزيزو كان لبس رقم 23. ادي المرور، كرات العرضيه لكن تمر، يتركها ايمن اشرف، ووقت بدل ضائع، وشوط اول 3 دقائق وقت بدل ضائع، توقف لشرب المياه، توقف الكولينج اللي خدوه اللاعبين من اجل
التقاط الأنفاس، ومن أجل طبعا الاتفاق تم على ذلك الاتفاق في طبعا الاجتماع الفني اللي سبق.